مرحبا أطفال صف الروضة الأولى مع المشروع الرابع صديق الكتاب، شريط تعليمي في المجال اللغوي الكتابي. في هذا الشريط التعليمي أيضا سنتحدث عن الخطوط، عن أي خط؟ الخط المنكسر. سنتعرف على الخطوط المنكسرة. نحتاج لتنفيذ هذا النشاط قلم رصاص، أقلام تلوين، مسطرة، وأيضا معجون وطحين، وأيضا ورقة بيضاء ودهان. هل أنتم مستعدون لتنفيذ هذا النشاط؟ هيا بنا. أحوق الرسوم التي تشبه الخط المنكسر. الخط المنكسر هو عبارة عن خطين، خط مائل باتجاهين. هذا هو الخط المنكسر وهذا الخط المنكسر. أحسنتم، هذا خط المنكسر أسنان المنشار. أيضا عندما ينكسر الزجاج نحصل على الخط المنكسر. أيضا الأهرامات وأيضا قشر البيضة. أشير إلى الخطوط المنكسرة بقلم التلوين. بعد أن تعرفنا على الخط المنكسر علينا أن نشير إليه بقلم التلوين. الشمس، إذن السور، وماذا أيضا؟ قشر البيضة. بعد أن تعرفنا على الخط المنكسر هيا بنا نتدرب لنرسم خطوطا منكسرة. الخط المنكسر هو عبارة عن خط مائل الاتجاهين. هيا نبدأ. هكذا نقوم برسم الخط المنكسر عبارة عن خطين مائلين. خط المنكسر أيضا يمكننا أن نرسمه هكذا. أزين فستان رنا بالخطوط المنكسرة. ما أجمل هذا الفستان. هيا بنا. بعد مشاهدة الفيديو والتعرف على الخط المنكسر عليكم أحبائي الصغار أن تقوموا برسم الخط المنكسر على ورقة بيضاء بالدهان، بأقلام التلوين، بقلم الرصاص. أن نبحث عن خط المنكسر في المنزل، داخل المنزل، خارج المنزل. ولا تنسوا أن ترسلوا لي بعض الصور لأعمالكم. عملا موفقا وإلى اللقاء.